نعمل كور بطاطس بوريه بطريقه جديده ومختلفه. طيب المكونات بسيطه وسهله وموجوده عندنا في اي بيت. عندنا لبن، عندنا كمان بيض، جبنه شيدر احمر واصفر، ممكن نستغنى عن نوع واحد منهم يعني المتاح ممكن ان احنا نستخدمه. كمان عندنا بودره ثوم وبصل، بقسماط وبقسماط متبل، دقيق، بطاطس بوريه مهروسه وما يبقاش فيها ميه خالص، وسبانخ. طيب اول حاجه هعملها ان انا هحط السبانخ كده، مش هتاخد وقت خالص اهي، ماشي، وهحط لها بالظبط يعني مكعب زبده واحد، عشان بس مش عايزاها تبقى فيها دهون، عشان بس ايه لما نعمل كور البطاطس. ممكن والله نقطع كده شويه عشان احنا عايزينها بوريه خالص خالص زي الملوخيه كده في الاخر، فعايزينها تخلص بسرعه. ممكن كده نجيب دول كده، ماشي، رفيع قوي قوي من كده ولا كده، احنا عايزينها مهروسه خالص. نقطع دول كمان، تمام كده. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنحط البطاطس البوريه كده اهو، نحط بودره الثوم بالطريقه دي، هنحضر بقى الحاجه عقبال ما السبانخ تخلص. بودره البصل، الدقيق، ولو حسينا ان احنا محتاجين دقيق تاني هنزود. هنحط البيض ونتبله كويس، كده فلفل اسود، ملح، فلفل اسود، ملح، هحط له حبة لبن بسيطة. هنحط ايه هنا برضو على البطاطس؟ هنحط، ابتدي بقى البس الجلافز عشان ايه وانا بعجنها بايدي، هنحط الجبنة الشيدر الاحمر والاصفر، وهنشوف البطاطس متماسكة ولا تحس ان احنا محتاجين نزود عليها دي. انا مش عايزاها ملزقة ولا تبقى طرية، انا عايزاها ماسكة نفسها عشان اعرف اكورها بسهولة. وعلى فكرة الوصفة دي سهلة جدا، بالذات البنات اللي بيقولوا احنا ما بنعرفش نعمل كفتة، لا دي سهلة وبتتكور بسهولة طالما البطاطس جامدة انها هي ما فيهاش نقطة مية، وحتى السبانخ اللي هنطلعها دلوقتي ما يبقاش فيها اي سوائل، خلاص اهم حاجة السوائل تبقى مش موجودة. هبتدي احط الجبنة دي كده، وبرده الجبنة دي، واشيل دول واقلب كده كويس قوي عشان عايزاها تدبل خالص. وابتدي ان انا اعجن كده بايدي، افركها كويس قوي عشان الدقيق والتوابل اللي حطيتها، ملح وفلفل، بودره ثوم، بودره بصل، جبنه الشيدر الاحمر والاصفر، كله يدخل مع البطاطس كويس جدا، تتبل حلو قوي قوي قوي. معلقه اللبن بتطريها وبتخليها جميله، لبن او كريمه، لو لقيتها ماسكه اكتر هحط عليها معلقه كريمه صراحه، بما ان عندي كريمه هنا قدامي. ممكن ازود معلقه صغننه قوي من الكريمه عشان بس ايه العجينه ما تبص مني، هتخليها حلوه قوي. مش محتاجه اي حاجه لسه، بقى هنزود
السبانخ، مفروض ندوق كده. حلوة جدا جدا جدا، ملح مظبوط، كله مظبوط. هبتدي احط السبانخ هنا كده. وافركها كده. زي ما قلتلكوا عايزاها شبه الملوخية. طيب اجيب دي بقى كده احطها عشان عايزة اصفيها من اي مية. لو فيها مية العجينة بتاعتي هتبقى طرية قوي. نزلت المية اللي فيها، احط كده بقى وابتدي اعجن من اول وجديد. كده اهي كور. ماشي، عايزه ادخلها بس التلاجة شوية. بصوا انا هعمل ايه، بصوا خلاص كده احنا كورناها، شايفين؟ هنحط لها كده، نحطها الاول هنا في البقسماط اللي مش متبل، وبعدين في البيت البقسماط اللي مش متبل، بعدين في البيت كده، وبعدين في البيت. ونستخدم ايد واحده بس عشان ايدينا التانيه ما تبقاش متوسخه وملزقه. ايد التانيه دي اللي هنحط عليها البقسماط المتبل. كده كده كده. البقسماط اللي انا جايباه المتبل ده كريسبي، خلاص اهو يا دوبك نعملها كده اهو، وندخلها التلاجه نص ساعه او الفريزر ربع ساعه. الدنيا برده اصلا هتمسك نفسها بسرعه جدا اهو. طيب نبتدي بقى نحط الكور البطاطس كده عشان هتاخد شويه وقت عقبال ما ايه ما تستوي. البطاطس دي هتعجبكم جدا جدا، لازم تجربوها. هي اصلا مش تاخد وقت خالص، اهي هي استوت اصلا. احضر بقى. خلاص انا هشيلها بده. اهي